السلام عليكم البنات، كدايرين؟ على خير، لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ جيتكم اليوم نوريكم الروتين ديال نهار السبت. نسي ما طاحش لي في بالي نصور في الصباح. المهم الصباح ما كتكونش شي حاجه اللي زعما اكسترا اوردينير كي كيقولوا، يعني فطور عادي. فطرنا كل واحد قهوتو، هذا للدراري الصغار الحليب، وهذا مهم علينا. دابا كنصوب الغدا وانا نقول بوكو با، علاش ما نسجلش وانتم تبقوا معايا نهار كامل. غادي نخرج ندير واحد الدوره في شي مميزات، وقلت نصور لكم الروتين زعما في هذا. المهم انتم معايا، خليكم معايا. المهم كندير غدا عادي، ماشي زعما شي حاجه. هنا درت باش ما تجيش هنا درت سميتها البصله الحمراء، كانت عندي وحيده بقات لي، درتها قطعتها يعني طريفات عاديين، فليفله جوج فلفلات صغيورين خضرين مع خيزو كارويات مع واحد البواغو، واحد نص ديال البواغو درتو حتى هو كان عندي درتو. صافي غنضيف عليه جلبانه صافي، وغندير الرز خليتو هادشي يتحر زعما باش يدخلوا ديك النص طيبه. ابخي غندير عليه الرز وصافي، شويه العطريه وهذا، وغندير الماء غادي نمرق وغادي نخليه يطيب. هذه بالنسبه للرز بالخضره، يعني سلطه نقولوا سلطه شو وسلطه زعما سلطه سخونه. هذا اتاي ديالي ديال التخسيس، ما قدرتش عليه صراحه نشربه الصباح، شربته زعما قبل الفطور، خليته حتى المور الفطور عاد دابا كنشربو. وهذا ديكوتليت غادي نصوبو، غنصوبو يا لاله. انا هذا هكا كناكلو، كنتسنى غير يتطلق، سمحوا لي مع شاده بيد، مبغيتش ندير ديك السيبور. وهذا ما ديوش على الكاس مشقق، كاينين شي واحد ما كيفيه تبرقيق بزاف. المهم ها هو راه تطلق شويه. هذا اش كندير فيه؟ كندير فيه يا لاله يا لاله يا سيدي، كندير فيه هاد لي زير بروفانس اللي متكونه. ديما كنقول غنقرا لي زير بروفانس مناش متكونه، بقلا زعتره وهذا ما فيهاش هنايا، هي زعتره 100%. المهم دابا نشوفها لكم هاد المره باش نقول لكم. المهم راه هي متواجده بالنسبه للناس في اوروبا، راه متواجده حتى في المغرب كنظن، راه غتكون في مرجان سيغتو في كارفور، راه كاينه في كارفور اسيما وداكشي راه كاين. كندير فيه غير شويه د هذا بحال هكا اللي تنقص بيدي، معليش باش امسح القرعه بخي. كندير بحال هكا كندير مليحه. كنت شحال هذيك كندير زيت هذا زيت الروميه، ودابا كندير غير زيت العود هكا صافي، لان ديجا هو فيه ديك الشحيمه وصافي، وشويه ديال البزار صافي. هادشي اللي كندير، وابخي غادي نصايب بطاطا، انا غنوريها لكم، بقاو معايا. وصافي هانتوما كتشوفوا درت هنا لي كوتليت، زدت عليهم بطاطا هرجلي. المهم انا راه ديما صندارت الميكا في الدار كلبش البانتوف. قلت لكم درت البطاطا، درت واحد الخمسه د البطيبطات، البطاطا زعما خمسه د البطاطات صغيورين قطعتهم على اربعه، كيجيو بحال شكل بوتيتو. شحال ديك كنديرهم بالقشره ديالهم، بلاتي ما كياكلوش، وليت كنحيد لهم القشره. والبطاطا خلاص درت فيها هذا البزار، هذيك هذيك فين خلطت هذا الكوتليت هو فاش درت البطاطا، واخا بقى داك شويه لي زير بروفونس هاد الاعشاب خليته، حيت البطاطا كندير فيها هاد الاعشاب كتجي غزاله، كتجي روعه رائعه. درت فيه التحميره والبزار وداك الشيء اللي بقى ديال زير بروفونس ومليحه صافي، وزويتها بلديه رونته. وديما انا فاش كندير الكوتليت كنحط حداها هكا بطاطا مع ديك الشحيمه اللي فاش كدوب ديال الكوتليت، هادي كتدخل في ديك البطاطا كتجي يا سلام. ودابا غادي نخشيها في الفران، باش انا بغيت نخشي نصبق هذا الفران باش يدوب لي هاد الشحمه، وكتصفى لي ديك الشحمه الزيت ديال الشحمه، كنخويها فاش كيطيب الرز كنخويها في الرز، كيجي الرز هائل. المهم ها نتوما معايا، خليكم معايا.
نتوما نشوفوا الكوتليت هو نورمالمون راه طاب، ولكن انا كنبغي شويه مقرمل. البطاطا راها طابت، خلا واحد شويه نزيدو عليه، نزيد واحد شويه صافي. انا بديت كنوجد ليهم الطبيله ديال فين غنحط، غنحط لهم ناكلو صافي. بغيت نقول لكم غير من هاد انا ما كانتش فيا، ما كان فيا اللي طيب لا حتى شي حاجه. بلاتي ندور الكاميرا عندي باش نهضر معاكم. قلت لكم انا ما كان فيا اللي طيب لا حتى شي حاجه، كنت عكزانه وصباح الحمد قد قال يوم السبت سديوش على كرينات، درت الكرينات باش نطلق شعري يكون بوكي ما كيتبوكلاش ليا وصافي. هادشي اللي طيبت في الصراحه مي با ما كاملاش نص ساعه دغيا دغيا. بغيت نقول لكم غير البنات ما تعكزوش، ما تخليوش العكز يغلبكم. الا ما حمستيش راسك ما كاينش اللي غادي يحمسك، يعني غير كابري وكيخليوها عدي في اللحم ونودي وديري شي حاجه لوليداتك ياكلوها في النهار سيرتو السبت والحد. المراه سير بالنسبه للمراه اللي خدامه ما كاينش الوقت باش كتجلسي هكا في السيمانه الدراري في المدرسه وهذا كيف كنجمعوا غير بالليل. الليل دغيا كيدوز كتوصل 8 8 ونص خصهم ينعسوا، ولا تسعود ما تسعود كينعسوا كيف ما كنجلسوش معاهم بزاف. السبت والحد اللي كيكون عندنا الوقت اللي نجلسوا مع وليداتنا ونعطيوهم كتعطيهم وقت وتجلسي معاهم اطار في الطبله ومجموعين، كتكون العائله مجموعه كامله. يعني نتغلبوا على العجز وهذيك التجمع على المائده كيكون زوين زوين بزاف بالنسبه للاطفال، وهذا كيفرحهم. وما تديوش عليا، وكنتمنى زعما الميساج ديالي واخا ما عرفتش كيفاش نوصلوا لكم نتوما، راه كنظن فهمتوني. يعني راه غير كتنوضي كتبداي كيبان لك بزاف يعني غير من حوايج بساط كتخلقي بها السعاده في دارك، كتخلقي بها بزاف ديال المسائل. نتمنى نتمنى زعما الميساج ديالي تكونوا تكون يعني تكونوا فهمتوه. يعني بالنسبه للاطفال هاد التجمع على الطاوله شي حاجه مهمه مهمه، حنا ما كنحسوش بها. ماشي نقولوا راه غير هما صغار صافي، ولا حتى فاش كيكبروا يعني سن 10 سنين 11 عام 12 عام 13 عام ديما عودوا يكون داك التجمع الاب والام حاضرين في الطبله، ماشي غير حط ليه وخليه لا. فاش ضروري هذاك التجمع راه عنده واحد الدور كبير في نفسيه الاطفال. ونتمنى نكون خفيف على قلبكم، ما نطولش عليكم بزاف، خليكم حتى نحط طبيله وان شاء الله تشوفوا. يعني ماشي شي حاجه، يعني مائده بسيطه وخفيفه ظريفه، فيها يعني وجبه كامله، فيها خضار فيها هذا. انا ما درتش سلطه لان كاين بزاف ديال الخضار، كاين القوخ كاين الجزر الفلفله البصله البواغو، يعني قلت بلا داعي. وبيني وبينكم ما كاينوش مطيشه وما كاينش الخس وما كاينش الخيار، شكون واضحين. انا حسيت غادي نخرج نتقدى، درت هذا قلت زعما غندير فلوغ غندير الغداء وندير هذا، مي غيشي غيجي طويل وغيجيني صعيب في المونتاج. ندير درت الغداء معكم دابا وغادي نخرج فاش نتغدى ونشوف الا قدرت نصور. اليوم السبت كيكونوا الماكز عامرين، ما كنظنش بناتي ما بغاوش يخرجوا، الزوج ديالي ما بغاش يخرج، دونك غادي نخرج غير انايا بوحديتي وانا نشوف معاهم نحاول. اوه هذا ما كان حيت دق سكن اليوم. وما تديوش على الكرينات، هاد الكرينات غادي نطلقهم غيجي الشعر بوكلي. قلتها لكم وقيلا راه كنعاود الهضره، يلا باش ما نكثرش نبقى بلا 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 بلا. انا رجعت معكم في النهايه، المهم بغيت نصور لان غيجي الفيديو طويل كيفاش كنحطهم. المهم قبلوا عليا، هذه هي الطبيله ديالنا. هذا الرز اللي درت بالخضره، البنات غيجربوه غزال كيجي روعه، ما تشبعوش منه. وهذا الكوتليت انا كنبغي على هذا الشكل، هذا يكون محمر. وهذا القوق، وهذيك البطيطه حتى هي البنيسات ديالي كيبغيوها بحال هكذا وصافي خبيز. وهنايا ما انا بالنسبه للقوق كندير الماء والخل شويه المليحه المدافي وصافي، باش كنديرو هكذا باش كندوزو زعما. هذه اللي بقيت عاقله على واقيلا كاين شي صوص ديالهم انا ما عارفاش، الا كنتو عارفينها خليوها ليا في التعاليق ديالكم صافي. وهنا الكمون الملحه بالنسبه لهذا، والعصير وديك الليمونات كيبغيوها البنات.
وهذا مكان حاطه لدوك القريعات البناتي الماء كيشربوا الماء بزاف في الماكله. وهذا الغريف ديالي وهذا مكان. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ما نكونش طولت عليكم، نكون خفيفه الظل على قلبكم. وكنتمنى لكم ويكاند سعيد، وما تبخلوش عليا باللي اشتراكات اللي ما مشتركش وباللي لايك، اشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. وما تبخلوش عليا باللي لايك الا عجبكم المحتوى ديال الفيديو، ديروا لي لايك، ما عجبكمش ديروا ديسلايك حتى هو ماشي مشكل. وشكرا لكم وكنشكركم بزاف بزاف، وبزويات اختكم ليلى، مع السلامه، فيديو جاي ان شاء الله.